بسم الله الرحمن الرحيم. بكل تواضع معكم أخاتو المصطفى من مواليد 15/1/1980 من أم متوية وأب متوي. أب يعيش بالديار الهولندية، كوني واحد يعني من شباب الجبهة يعني الذي رأى النور يعني في هذه المدينة اللي كان نفتخر بها، مثلا مدينة المعاناة، مدينة الصمود، مدينة الأمل والتفاؤل. كتب لي عفوا العيش في هذا الوطن، أعتز بوطني وأفتخر به كما يفتخر الموزمبيقي بموزمبيقيته والمصري بمصرياته والجزائري بجزائريته. نحن جد فخورون وجد ممتنون لهذا المولود الجديد الذي رأى النور مؤخرا. الأمر يتعلق هنا بهذه القناة الجديدة التي تحمل من الاسم المواهب تي في. اولا وقبل كل شيء اتقدم بخالص تشكراتي الى مدير هذه القناه السيد رئيس جمعيه المواهب الرياضيه الاستاذ محمد اليحيوي الذي يضحي بالغالي والنفيس من اجل ابراز مواهب شبابنا، لكن هذه المره على مستوى الاعلام. في الحقيقة هي مبادرة طيبة تحمل في طياتها الكثير من المعاني الإيجابية. نعم يعني هي فرصة لتقريب يعني الخبر أو الواقع إلى المشاهدين الكرام والمتابعين الأعزاء والعزيزات داخل أرض الوطن وخارجه، لتقريب الصورة كما قلنا، لتقريب الصورة وتقريب الحقيقة صوتا وصورة. بالفعل يعني هو سؤال يعني مهم، يعني كيف جاتك الفكره، يعني كيفاش يعني بديتي الفكره عزيزي سي محمد والمشاهدين الكرام؟ يعني ما غادي نقولوش يعني الفكره هبطت من السماء، هي يعني فكره يعني جات انطلاقا يعني من الواقع اللي كان نعيشه يعني سويا واللي كيعيشوه مثلا جميع عموم المواطنين بانحاء المعموره. فعلا الهواية ديالي كتمثل يعني في قراءة الكتب يعني والجرائد، وكان عندي موقف يعني من هذا العالم الافتراضي يعني بين قوسين الفيسبوك، لكن بعد مضي 10 سنوات يعني وبعد يعني ما لاحظنا يعني واحد الهروب او واحد النزوح جماعي نحو هذا العالم الافتراضي، يعني اضطريت انني نشارك هاد الناس هذوما ونعيش معهم يعني الواقع يعني. واستطعت اني مثلا والحمد لله وبالدعم ديال الله سبحانه وتعالى، يعني ما نقولش يعني انه شي واحد يعني وقف سند معايا، ما كاين حتى شي واحد، يعني الصفحه ديالي تحمل من الاسماء يعني الجبهه بي ام تي او الاسم التقليدي ديالها باش بديت، يعني هي الجبهه بالرقم ما تقشع. بالرقم ما تقشع يعني بغيت انا هذه السميه هذه ما نخليهاش مثلا يعني في السياق ديالها السلبي، يعني اللي هو معروف يعني بالرقم ما تقشع او بما يسمى يعني بالفعايل او كذا او كذا او كذا وديك المفاهيم الضيقه، يعني بالرقم ما تقشع. اذا بغينا نقولوا بصفه عامه الحياه هي بالرقم ما تقشع، اذا اختصرنا يعني كل كلمه جبدنا من حرف وبالتالي وصلنا لواحد السميه اللي هي زوينه، يعني الجبهه بي ام تي. وصفتي المدير هذه الصفحه هذه يعني والحمد لله، يعني البدايه ديالي كانت يعني تقريبا هذه واحد السنه والنصف، يعني هي بدايه يعني متواضعه. استطعت اني نوصل يعني 3000 يعني معجب ومعجبه ولله الحمد، وهذا في حد ذاته يعني انجاز يعني واعتراف. يعني الشعار ديال الصفحه ديالنا الجبهه بي ام تي هو يعني صدقيه الخبر قبل الخبر، يعني كلمة طيبة، يعني والحمد لله عندنا متابعين، يعني غادي نقول لك يعني من داخل أرض الوطن الحبيب، عندنا متابعين من جميع المدن المغربية، عندنا متابعين يعني من خارج أرض الوطن الحبيب، من إسبانيا، اللي يعني كنستغلوا هذا يعني كنستغلوا يعني هذه المناسبة وكنرسلوا التحية ديالنا للجالية
العائليه يعني المغربيه المقيمه يعني بالديار الاسبانيه، سواء كان الامر كيتعلق بالفئه ديال النساء او الرجال او حتى الشباب يعني اللي ما بقي يعني ما لم يكتب لهم يعني تسويه اوراق اقامتهم. وبالتالي كنستغلوا الفرصه وكنرسل لهم جميع التحيات. عندنا متابعين بلجيكا، عندنا متابعين هولندا، المانيا، يعني كما يعني بكل تواضع يعني كما كنبغينا نقولوا يعني الانسان خصو يعني يعرف يعني يعلم كيكتب يعني وكيفاش كيكتب. والحمد لله يعني الامور ماشيه بخير و3000 معجب ونطمح للمزيد. والاهداف ديالي ماشي هي اهداف ماديه او مثلا ربح مادي، الاهداف مثلا هو يعني في اطار تبادل الخبرات، في اطار تبادل التجارب، في اطار تبادل العلم والمعرفه، في اطار يعني توصيل يعني مطالب يعني الساكنه اللي كتمثل في مجموعه ديال الاشياء. والحمد لله الجبهه بي ام تي كتشكركم بالمناسبه وكتستغل الوجود ديالها عبر هذه القناه هذه، ومزيد يعني من الاتحاد يعني، وحنا معكم يعني ليلا ونهارا. هذا العبد الضعيف اللي كيخاطبكم هو يعني شخص وحيد اللي يعني كجراه يعني وكشجاعه مثلا ما بغيناش يعني نتبعوا في الكواليس. حنا خرجنا، لان علاش خرجنا؟ لاننا نقول الحقيقه ولا شيء يعلو فوق الحقيقه. بالفعل يعني هي كثير الأسئلة يعني التي تتبادر إلى الأذهان يعني الشارع الجبهوي أو إلى كل المعجبين والمعجبات بهذه الصفحة. يعني شنو هما الأشياء يعني اللي خلاتك يعني تمشي لهذا المجال هذايا؟ يعني الشيء الأول يعني هو أنك يعني أجد ضالتي مثلا في هذا المجال بالعربية، يعني بالعربية ديالنا يعني أنا كنرتاح في هذا المجال هذايا. ومن بعد يعني ما كنت كنكتب يعني كنكتب قصائد شعريه، كنكتب يعني قصص صغيره يعني روايات، ولكن يعني بفعل فاعل. والفاعل يعني هو هذا العالم الافتراضي الفيسبوك، يعني كما قلت يعني سابقا يعني هذا النزوح او هذا الهروب الجماعي نحو هذا العالم هذايا يعني خلاني انني باش نساير يعني باش نساير يعني هاد الناس هادوما. اذا انا خصني ندخل لهاد العالم هذايا. والحياه يعني الحياه ببساطه يعني كتبع واحد المساله اللي كترتاح فيها، يعني ماشي هي المساله يعني اللي كتفرض عليك. هذه مساله يعني ماشي يعني فرضت عليا، انا من اخترتها واتحمل جميع مسؤولياتي، وقد يعني وجدت فيها يعني ضالتي. والحمد لله يعني كاين معجبين كما قلنا وكاين معجبات، يعني ماشي بالسهل يعني تقريبا هذه عام ونص ديال البدايه. المهم يعني خلاصه القول يعني السبب الرئيسي اللي خلاني نمشي لهذا المجال هذا هو لانه هذا المجال هذا خلق هنا وكان يعني لابد يعني ان اتبع يعني ما يخادرني بداخلي، وبالتالي وجدت راحتي وانا جد مرتاح بالرغم من بعض الصعوبات الجامه. وشكرا لكم. الصعوبات او الاكراهات او المعيقات يعني اللي كان صدفة يعني في هذا الميدان هذا من خلال هذه الصفحه هذه هو يعني كوني شخص يعني وحيد اتحمل يعني جميع المسؤوليات، فهمتي؟ في يعني الكاتب وفي الباحث عن المعلومه وفي المصدر وفي يعني الخبر، يعني مسؤوليه ان تتحملها وحدك يعني هي في الحقيقه مسؤوليه يعني صعبة جدا، سيما يعني ويعني هذه ماشي يعني المهنة ديالك، يعني المهنة ديالك كتكون مهنة أخرى يعني باش يعني كما نقولوا حنا باش دواسي يعني بين جوج ديال المهن، بين المهنة مثلا وبين واحد الهواية اللي عندك يعني جمهور كيستناك يعني في الصباح والعشية يعني باش تعطيه الجديد، كيكون يعني شوية ديال الصعوبات. الحمد لله هذه صعوبات تغلبنا عليها، عندنا شي ملاحظات يعني
بعض المرات يعني كتكتب موضوع او يعني كدير يعني فيديو او روبورتاج يعني كيدخلوا ديك صحاب انكوني يعني بشي اسماء يعني مستعاره يعني كيبدا يسفيك كيبدا يجبد لك يعني الوالدين ديالك يعني الغرض ديالو انه باغي يعني يوقف لك المسيره ديالك ويعني من خلال هذا المنبر هذا يعني كنوعد يعني جميع المحبين يعني والمتابعين ديالي الاعزاء والعزيزات انه مثل هذه الاشياء هذه لا تزيدني الا صبرا وقوه وبشعار سوبريمي ارد عليهم يعني بهذا الاصبع يعني بهذه الطريقه هذه لانني ما يمكنش نجاوبهم يعني ونسيرهم اذا كان هو عقله صغير انت خصو يكون عقلك كبير وبالتالي يعني هي صعوبات جماع وعراقيل يعني عشناها سابقا وكنعيشوها اليوم يعني وكنامنوا باننا غادي نعيشوها لكن بكل امل وصمود وافتخار ان شاء الله سنواصل مسيرتنا معكم بحول الله. بالفعل السي محمد يعني من يؤمن بأن الحياة حقوق وواجبات فهي أيضا سلبيات وإيجابيات والإنسان اللي كيقول لك أنا ما كنعيش السلبيات ربما أنه إنسان غير موجود فالموجود واقعيا يعني ضروري يعني غير تحفظ في الفقد ديال السلبيات وعلى اساس يعني السلبيات الانسان يعني كيوصل يعني الايجابيات او اذا بغينا نقولوا مثلا اخطاء يعني اللي كتكون هي سلبيه هناك سلبيات يعني مفيده كما قلت يعني سابقا هي كثير الاشياء كثير السلبيات اللي كنعيشوها يعني ومن خلال يعني الواقع يعني المعاش يعني الواقع يعني اللي كنعيشوها واقعيا يعني في الشارع او في الحي ديالنا مثلا او يعني افتراضيا زعما اش غادي نقول لك يعني بعض المرات بصريح العباره يعني كنوصلوا لواحد الدرجه يعني ديال ماشي يعني انهيار فقط هو انهيار يعني يتعلق يعني بعمليه التعصب ولكن الحمد لله يعني المجتمع ديالنا هو هذايا وكنفتخروا او هناك ايجابيات يعني كثيره هناك ايجابيات كثيره يعني عرفونا ناس وحنا عرفنا ناس يعني تبادلنا معلومات تبادلنا خبرة حتى شي ناس يعني اللي كان عندهم علينا شي ملاحظات اخرى ربما يعني كاين شي نوع ديال البشر يعني كيبغي يعني يستهدفك يعني من بعيد كيستغل شي مصطلحات لكن يعني ملي دخلت لهاد الصفحه هذه يعني بزاف الناس يعني عرفوا الحقيقه يعني وتقلبت لهم شويه المفاهيم بداو كينظروا لهذا الشخص هذايا بانه شخص يعني يحمل النيه صافيه يعني ما كنا نسمع عنه غير صحيح يعني هذوما يعني من الايجابيات يعني اللي كنفتخر يعني بالوجود ديالي يعني الافتراضي يعني في هذه الصفحه هذه والحمد لله يعني بزاف كتوصلني يعني رسائل سواء عبر الخاص او يعني عبر الصفحه يعني لكن بزاف ديال الناس يعني كيدعيو معايا مثلا وكاين ومن هذا المنبر يعني كنخص يعني الذكر يعني العنصر النسوي يعني او يعني الجنس اللطيف اللي كنحييهم يعني بحراره يعني على الشجاعه ديالهم وعلى الكلام الطيب يعني والدعم ديالهم يعني لهذا ولد بلادهم يعني فعلا اللي كيحمل يعني نوايا يعني خالصه احنا ما عندناش اهداف سياسيه ولا يعني اهداف اقتصاديه ولا تجاريه يعني بالعكس يعني هي اهداف ثقافيه يعني انسان مثقف يبحث عن اخاه المثقف واخته المثقفه ليتبادل العلم والمعرفه وهذه من ايجابيات يعني الوجود ديالنا في هذه الصفحه ديال الجبهه بي ام تي ويعني وحنا جد فخورون يعني وسنواصل يعني مسيرتنا معكم باذن الله. رسالة يعني او النصائح يعني اللي باغي يعني نوجه يعني للناس اللي كيسمعونا يعني في هذه اللحظة هذه عبر هذه القناة يعني المواهب تي في او اللي غيسمعونا يعني من بعد مستقبلا يعني كيفاش يعني باش تدخل لهذا المجال هذايا او لهذا الدومين هي قضية يعني سهلة ما تماش يعني شي صعوبات يعني خصو يعني يكون انسان اولا يعني كيحمل يعني نية صافية يعني تجاه الاخرين ثانيا خصو يعني الانسان يعني يكون يعني كيتاكد من الخبر مثلا وصحه الخبر ويعني ويتاكد يعني من الكتابه ومن يعني ومن الاخطاء الاملائيه لانك يعني هناك يعني ناس هناك
هناك مثلا اطفال، هناك شباب يريدون ان يتعلموا، ليس فقط يعني كاين الناس يعني ما كيتبعوش يعني غير اخبار، يعني كيشوف المصطلحات، يعني كيستفاد منك، ربما يبريباري يعني الطريقه باش تدخل هذا الميدان هذا، يعني طريقه سهله. اولا وجود النيه الصافيه، ثانيا العزيمه والاراده يعني، وثالثا يعني ديما الانسان يعني يحاول يعني قبل ما يكتب يعرف شنو يكتب. وكنظن يعني الامور سهله ومرحبا يعني باي شاب يعني جبهوي واي شابه جبهويه يعني تدخل لهذا المجال هذايا. وبغينا يعني حتى الناس اللي كيدخلوا يعني لهذا الاعلام هذا، بحكم ان مثلا هذا العالم فيسبوك يعني والدوله هذه مثلا يعني هذه الدوله ديالنا دخلت الامر الواقع، يعني حتى حنا خصنا نكونوا واقعيين. لما لا تظهر بالوجه ديالك المكشوف يعني والاسم ديالك الحقيقي وتدخل لهذا المجال، ولما لا يعني تفتش على الناس اللي عندهم تجربه، نستافدوا من بعضياتنا، نتعاونوا مع بعضياتنا. اذا بالعربيه ديالنا القضيه سهله مهله، الانسان خصو يكون عنده عزيمه واراده وطموح، وبالتالي سيصل الى كل شيء يريده او يتمناه في حياته بصفه عامه. في النهاية وأخيرا وليس آخرا، لا أجد الكلمات المناسبة. المشاهدين ديالنا لهذه القناة يعني المواهب التيفي، هذا المولد الجديد اللي أولا يعني كنصحكم يعني باش ديروا أبوني لهذه القناة هذه، لأنها هي قناة محلية يعني جبهوية يعني منكم وإليكم. يعني ثانيا يعني الصفحة ديال الجبهة بي ام تي يعني بالمناسبة يعني وعبرها يعني هذا الشخص الضعيف اللي هو المدير ديالها مثلا كيشكركم جزيل الشكر وكيطلب منكم مزيد من الدعم يعني المعنوي واللوجستيكي يعني وبارطاجيو المواضيع يعني وتشاركونا يعني بالمواضيع ديالكم ويعني وبزاف ديال الرسائل ديالكم. واش غادي نقول لكم يعني ككلمه اخيره، يعني حنا ما يمكنناش يعني تكون هذه الكلمه اخيره كجمعنا معكم، ولكن عبر يعني هذه القناه هذه خصنا نستغلوا الوجود ديالنا يعني هذا اليوم هدف يعني في هذا اليوم الافتتاحي بكوني يعني اول ضيف يعني كيمر على هذه القناه هذا يعني في هذا البرنامج الاسبوعي تجربتي. فعلا اسم على مسمى يعني تجربتي هي يعني كتعني بزاف ديال الحوايج، هي الحياه يعني تجارب نستافدوا منها، تجارب ضروري غادي نطيحوا يعني في الاخطاء، ضروري يعني غادي تكون اخفاقات، ضروري غادي تكون نجاحات. الرساله ديالي يعني لهاد الناس هذوما يعني حب الوطن يعني كما كيقول الرسول يعني صلى الله عليه وسلم من الايمان، يعني نحبوا الوطن ديالنا يعني ونطلبوا مزيد من الاصلاحات يعني ونزيدوا يعني ويكون عندنا شويه امال يعني اعلنوا النفس بالامال ارقبها ما اضيق العيش لولا فسحه الامال. ضروري يعني ضروري يعني الانسان في الحياه ديالو ينطلق بنفسه يعني واخا توصل لما وصلتي راك باقي خصك، لان الحياه هكذا. اذا مزيد من الصبر ومزيد من التفاؤل المتابعين ديالنا الاعزاء يعني جبهاوه ديالنا يعني بنات يعني شابات وشباب صغارا وكبارا، الحياه تجربه يعني يقول سبحانه وتعالى لنبلونكم احسنكم عملا صدق الله العظيم. الحياه هي تجارب يعني ككلمه حره، يعني خصنا نحبوا يعني الوطن ديالنا كما كنحبوا الوالدين ديالنا كما كنحبوا بلادنا. يعني واخا الانسان انا بناء على التجربه اللي عندي واخا الانسان يعني احيانا يتظاهر يعني باشياء يعني ربما هي اشياء بداخلي تعكس ذلك، يعني خصنا نكونوا رجال ونكونوا متحدين مع بعضياتنا ونخاطبوا يعني جميع المسؤولين ديالنا باش نوصلوا الرساله ديالنا يعني بكلمات يعني طيبه يعني بمسيرات يعني سلميه يعني عبر يعني اقلام اللي هي حره. والحمد لله يعني ما غادي نقول لكش يعني الكمال لله سبحانه وتعالى، ولكن اذا انطلقنا يعني غير كتجربه يعني على جبهة يعني المدينة اللي هي تاريخية فعلا. شحال واحد كيقول لك يعني جبهة كانت مدينة وعرة راجعة للور، ما يمكنش، راه الجبهة كانوا عايشين فيها أربعة ديال الناس. دابا الحمد لله الأمور تبدلات، يعني كاين إصلاحات،
ولاو كيعرفونا ناس، كيجيو عندنا ناس مثلا، وغادي نستغل يعني هذه المناسبه هذه، فهمتي؟ لان نحن كفاعلين سياحيين او سياحيين عفوا، كنستغل هذا الوجود ديالي اكرر عبر هذه القناه، وكنرسل التحيه ديالي لجميع يعني الشعب المغربي من جميع الاقطاب المدن المغربيه، لان هي مدن عديده ما يمكنش نذكر وحده ولا جوج، ونخلي مثلا يعني من طنجه الى القويره، ومهد يعني مهد المدينه هذه، مهد المدينه يعني الصغيره يعني يعني اللي جات على البحر الابيض المتوسط. كنرسلوا التحيه ديالنا لكم جميع المغاربه. ونعم احنا في نهايه الصيف يعني موسم الصيف ديال 2018، وكنضربوا معكم يعني موعد ان شاء الله باذن الله للصيف ديال 2019. شكرا للاخ سي محمد المدير ديال جمعيه المواهب الرياضيه بالجبهه، يعني اللي كيسهر يعني على ابراز مواهب الشباب ديالنا، يعني من خلال يعني هاد ديال خلال يعني الجمعيه ديال المواهب ديال فولكونتاك وفنون الحرب، يعني اللي هنا بالجبهه، يعني اللي دينا كنلمسوا على قرب يعني واحد التغيير بدني جسدي يعني عقلي يعني في الشباب ديالنا. كنشكر يعني جميع المتابعين ديالي اكرر ديال الصفحه ديال الجبهه بي ام تي. كنشكر يعني جميع الجبهه اللي كيبغيونا واللي ما كيبغيوناش، لان احنا اولا واخيرا الجبهه كتجمعنا، وحنا غادي نعيشوا في هذه الجبهه، وغنبقاو كنطمحوا الى اخر رمق في حياتنا. وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونضرب لكم موعدا في برنامج اخر ان شاء الله.